وخلال المؤتمر الصحفي أكد مدبولي أن الحكومة أعادت صياغة ومراجعة الموازنة العامة للعام المقبل قبل الأزمة الروسية الأوكرانية لتكون أكثر استيعابا للصدمات. وأشار مدبولي إلى وضع احتياطي كبير وصل إلى 130 مليار جنيه، وذلك لاستيعاب جزء كبير من ارتفاع الأسعار حتى لا يشعر المواطن بأي أعباء. أي كلام على هذه الأزمة والمدى الزمني لانتهائها هي مجرد تخمينات، وبالتالي إحنا كحكومة، وأنا بقولها بمنتهى الشفافية، لازم دايماً نخطط تحركاتنا على السيناريو اللي نقدر نقول عليه السيناريو المتشائم، وهو استمرار وطول أمد هذا النزاع عشان الدولة تبقى قادرة دائماً على الصمود والبقاء في فترة طويلة. فعشان كده يمكن كان أكيد لما حضراتكم سمعتوا إن إحنا حتى بعد ما كنا أعدينا الموازنة قبل الأزمة الروسية والأوكرانية على أساس الظروف الطبيعية، رجعنا الموازنة مرة أخرى، واتعملت الموازنة بطريقة أكثر تحوطاً، وتوجيهات سيادة الرئيس أيضاً إن إحنا نطيح احتياطي كبير وصل إلى 130 مليار جنيه عشان بقدر الإمكان هذا الاحتياطي يوجه في الغالب لاستيعاب الجزء الأكبر من الصدمات اللي هي ممكن تحصل فيما يخص الأسعار، بحيث لما بنمرر جزء للمواطن بيبقى الجزء اليسير.